ايوه المتابعين على التيك توك واحلى رماش ثمانية دولة كيف؟ الله كان بالمانيا وعنده مارسن الشبح باحه بكسران بعشر ورقات عنده جي كلاس باحه بعشرين ورقه والبنات الالمانيه هرقت عنده كلن عافن راح يتزوج متعمم بالعراق عرفت يسوي له من الشمل الطول جنسيه خلوا ضابط بالشرطه الالمانيه مقبل قال لهم من لجل العراق هو هذا الحنين الى الوطن بارك الله فيك بس لو جايبين لنا شويه اغراض بروتينات ان شاء الله وتجي كلاس حاول تبيعها يعني جيبها قوة محرك سوقها من الدول وطبيها لازم بعدين هالسنة يا تدخل هنا يا مدير 19 بتدخل العراق الا 21 وال 21 حد الشهر التاسع اه والله هذا الحين حي الله المتابعين نورتوا عمر طبيعي لا ابا لا ابو من الشجر الخلاط حي الله ابو جاسم واحلى رماش من قاع بروجم طبيعي بدون بر بدون حبوب من الشجرة للخلاط شد ابو نظيف يا مدير يا مدير 2002 محمد العزاوي لاحظ عزيز المباوع بروحك على الضوء هي هسه لك ليش تخلي الضوء يضربك هيك بعد هيك روح اها هسه لاحظ التعضيل والنشوفيه ارفع تكييف ذب الهواء هو خصرك صغير يقرا ويكتب صدرك ناشف يا عضلي حي الله المتابعين نحييكم من قاعه بروجم عيون القاعة بالدور بحي الشرطة
حي الله متابعين الغاليين. حي الله طيوبة. حي الله اصلك. شلونك عيوني مشتاقين؟ أنا الأشوق والله. شو ماكو؟ والله موجودة بس أفتح. حي الله طيوبة العراقية كاملة المغتربة في تركيا. يمكن شكل شكل. شو لابسة كابوس؟ ابن يمكن مطر؟ أي والله يمنا مطر ومغيمة وباردة. لابسة شيء؟ لا احنا صاحية بالعراق. هاي العراق بعد. ايه ما راح ترجعين العراق؟ راجع ان شاء الله. والله زين الحمد لله. راح ترجعين؟ اي انعزمت اسوي لك دولمه. اوه ها هي انا اطبق عزيمه على الدولمه. طيوبه القيسيه ونسوي لها دولمه. ان شاء الله ها هي انا حاجة. حي الله كريستيانو. سالفه بيها دولمه. عيون تابعوا طيوبه جاها الدعم. قبل 110. ايوه سوت لهم قلب الحب. كل ما سووا يعني بدهم يشوفون. حبيبتك بيساعدكم ضيفونا الدعم. الفن يسلم عليك. حي الله المتابعين والمتابعات. تمام. ثانك يو ابن رجل. جتنية ثانية. المياه ترجع. خلي اللي يمك خلي اللي يمك شوي يكبسون خلي يقدمون سكورك شنو هاي؟ انت من جاي دعمك؟ ما حد. لا هذا هو اسمه قوروني الرافدين يمي اسمه الرافدين؟ يمكن مخفي الحساب. لا شنو هذا اسمه بالانجليزي؟ ارجون قارون اسمه غوردي. اي والله انت تقول الرافدين. تعال نسوي شيء او ندى العمر هاي امك منو؟ ندى العمر. لا شو تسوي بابي؟ امي موجوده بالله. انت عندك جواز صديقات حبايبي الدبل لا يروح امك باللايف. اي تعال نسوي لي كم ساعه شاشة عيوني. هاي حبايبي ابو علي عازمني على دولمه كنا نروح. ايه وزوج قيسي. لا ما احب القيسي. القيسي يعني طرشانه. مو ضايبه. لا انت مو تتدرب بالجيم شلون تحكي بالاكل ودولمه واشياء ما شاء الله. بس انت عم رجعتي على الرجيم واحنا شاردين الرجيم. ما يعني ما تهتم. خاله موجوده؟ اي موجوده. انت مسويه دايت؟ لا. شو اسوي دايت؟ انا يكفي انه انا يكفي انه انا بتركيا هذا اكبر دايت. ليش هناك ما باكل اسمه شنو؟ لا ما باكل محرومين. يا معود هاي المطاعم الضاله وهذا ابو راك يفطر النهار كله كله سوى اكلات عجيبه. طيب الاكل والله مو طيب الاكل مال ابو راك. هاي بس شكل هاي الاكل مال تركيا بصوره عامه بس شكل. هو مطاعم عراقية ما هناك؟ اكو بس ماكو مثل اكل العراق. انت شو يسموها المنطقة اللي قاعدة فيها؟ هاي في سكاريا. مكاريا؟ سكاريا. سكاريا هاي جزيرة؟ انت جاي تركيا؟ لا والله اسمع لي اسمع. تعال نعزمك قبل ما ارجع. خوش تجيني دعوه وفيزا. ما يحتاج هي تركيا باب الشرج قبل انت باسطنبول. هاي شنو؟ اخاف يدون الا عقد. لا يعني اقول لهم جاء على طيوبه يقول لك الا عقد زواج. لا مو حاجه انت وين رايح؟ انت بس سوي يعني نجي تركيا اقول جاي على طيوبه تقول لي بسكاري. راح يرحبون بيك انت بس تقول لهم انا جاي على طيوبه يقول لك اهلا وسهلا تعال تفضل. تركيا كلها قدامي. قبل واحد يطلعوني انا وياك برا تركيا ارجع للعراق. لا اروح انا اصل المانيا فرنسا هولندا. ما شاء الله هاي
هاي الدول الحلوة واحد يفكر بها يروح لها. اخذ ياك. شوفي بواحد المتابعين يقولون الاكلات اللي بتركيا كلها مو طيبة مثل الاكل العراقي. اي والله اكيد. مو سمعوش المتابعين انت قلت هيك هم قالوا وراك. لا هو شيء معروف انه اكل تركيا لا يراد لا يطاق. استغفر الله. اي جزء اكلهم بيثوم. اي هاي هاي واحد هاي هم صح الكبار بالعمر كله ثوم. انا اجيت يا هلا خذني وياك تعبت يا ربي. حبيبي دزوا هاي القلوب اللي يم الاسم دزوا من هاي القلوب يا قلوب. قلوب قلوب مو قلوب القلوب. صباح الراوي استغفر الله. لك عمي احنا نحمد ببلدنا يا عمي كنا اطيب اكل العراقي. الستة اذا تطرب على الغريب وتقول اطيب اكل التركي بكيفك يعني انت. يعني هاي حرية. لا لا انت بكيفك يعني انت زور قلب الحب. اي بعد شو تريد بعد اسكرك حتى بنقدم اكثر. وجه عمي وجه اخي المواطن. سمع كلام. حي الله طيوبة المغتربة. يا هلا بيك والله. في تركيا. حتى بعد ما حد يسألني من وين من وين. نورين حبايبي كلكم نورين ما ضايفني. لا يا طيوبة طيوبة القيسية يعني عشيرتها قيسي. أيوان عافية. تركيا معرفة بس ديكور. صحيح يوسف. هذا الباكستاني بابا. كل ممكن حصل كل واحد بنت عشرة ورقة. ما أقدر محمود. لا. طيب. هاي. ليش تتحصل فلوس من تيك توك؟ تحصلين فلوس؟ لا هاي إشاعات. ماكو شيء. لا شو تحصلين؟ ماكو شيء مجرد تكبيسات تعليقات حلوة فقط. تسلية. إي. مو هاي المضبوطين يقولون تحصل فلوس. ماكو هذا الشيء. حبيبي كابتن حيدر البدري الحمد لله على السلامة. طيب إن شاء الله. ما انتبهت إيفان. إي عندي صديقي كابتن مدرب. حبايبي الدبل. كان مريض كربلة. دبل دبل. أي ما متأكد. الدبل اللي يروح شنو انحسدنا؟ ايه هو شو اسمه البث بس عندي اكل عراقي ومطاعم حلو فارس. ثانك يو. ويا فارس حبايبي ويا يوسف بلاوه كل شيء عراقي. كم شو على الشاشه عيون شباب. ورده ورده حبايبي ورده عيون الزعيم وردة من غير شخص. أحلى الناس في المتابعين نورتوا. سلموا. يا أهلا بيكم. تدري أكو برد؟ تركيا؟ باكستان أكو بيها برد؟ لا. لا شو بيها؟ مي حتى مي ما. أكو مي باكستان؟ لا. بس طلباتي بإنسان البلاد. وين ما كنا هاديتها؟ عندهم جبال يا بس جبال. وين يجينا مي؟ لا لا. فهو عيموع الثلج ويجيكم مي. وقبل يومين نزل نزل بالعراق يعني بيا وما يحلو له ماله. هذا ما يا ابو هذا نهرين نهرين احنا عندنا دجله والفرات يجي من طيوبه من تركيا. طيوبه اقول لهم شويه يزيدون الماي. مو فتحوا عليكم الماي هاي انا قلت لهم. اي شويه يزيدون علينا. دلعيني ورودك. راح اقول لهم ان شاء الله. عافيه طيبه. ان شاء الله ما يقطعوا ان شاء الله ما يقطعوا. لا. لا هم مو يقطعوا شويه يزيدون. ما كان مسدود. الطاقه الماليه. حبايبي السكور دلعيني كفو. صوت اتخذ. يا
اليسار شدوها ويا يد اليمين عشان يقعد على اللحم. حي الله المتابعين. ثانك يو والله يد اليمين تسلم لي. كبسوا عيوني على الشاشه. شده بالنظيف شد. كفو ربي كفو. تسلمي والله. أريد أريد أروح ألعب زوم. ما تجيب سكاري أريد. سكور ثانك يو دليمي. هاي يا مصعده ويا ابو علي دير بالش هذا كان غلاي. عيوني طيبه نورت اللايف يا هلا فيك والله. لا راح اروح نورتي. هاي لايف موفق يا رب. الله وياك نورك عيني. باي باي. اهلا وسهلا. حيا الله المتابعين نورتوا عيوني حياكم الله. هذا يضرب منا عدا وهذا يضرب منا على وسط حسب الاتجاه. هو اليورو نفس الدولار؟ أغلى؟ ديش المرة قالوا الساوة؟ الساوة بس بس بعد. حي الله المتابعين نورتوا. وعليكم السلام يا ورد الورود. والله صارت مناسبة ورحنا يعني لأخوتنا محاربين السرطان وزين الصفر على مودهم جبر الخواطر.
هيا الله ابن عمي ابو مصطفى الصريفي تو عنده وان وعنده تو. سوي رجيم وسوي او كارديو والجوانب تروح. هيا يلا جعفور الولد، شكرا على الهدايا المتابعين. Thank you.
حي الله كرم العاني. القاعة بالدور عيوني. منطقة حي الشرطة. ان شاء الله كلكم تنجحون، بس كون تقرا، اذا ما تقرا شلون تنجح؟ شد ليش تصفن؟ أغير حي الله المتابعين وحي الله العتابي. نورت حبيبي كابتن علاء العراقي. لك طفت الكهرباء. يعز غاليك حبيبي الوردة كابتن علاء العلم. حي الله ميسي، حي الله عبد القدوس القيسي، حي الله خالد الصباغ، رماش المسي وموسى كناني. حي الله مروان السيد نورت عيوني. وحي الله مؤمل ابن العزيزيه وكل المتابعين. حي الله الحرية. القاعة بالدورة عيوني بالدورة. بحي الشرطة ورا شارع بالطيارة. حي الله الخفاتي. نورت. حي الله نوار. حي الله موسى الكناني نورته.
حي الله ابو تراب وكل المتابعين. منور كريم. حي الله جوني. على راسي اهل دياله مدينه البرتقال وحمام اغوات دياله. بالدور عيون القاعة ندرب بها. راسلنا عيوني على الواتساب ونكتب لك كورس. سليمانية. انت كل يوم تقدر تاخذ عضلتين. عضلة كبيرة وعضلة صغيرة. رجل وترايسبس. صدر وبايسبس. وكتف وظهر. وإذا محتاج الأوكارديو هم تأخذ أوكارديو. الركض، البايسكيل، الابتكار، الدرج. يكتب لك المدرب مالك حسب نسبة الدهون عندك. أنت إذا عندك دهون لازم أكلك كله دايت. حي الله البصرة. منور كاكا، توني باشي. حي الله أيوب ومشتاق والبصرة. حي الله مصطفى المنصوري والزعفرانية. إذا رجلك بيها خدر عندك انزلاق، وإذا رجلك ما بيها خدر ما بيها انزلاق، هذا الشد. أنت تقدر تروح الدكتور وتشوف الإصابة اللي عندك، بس انت ما دام ما عرفتك ما تنميل يعني مو انزلاق، لا تخاف. دوره اوبر نيروبين وتاخذ لزقات من النسر وشويه روماجين الطيب. كم جلسه مساج حمام ماسوق يصير زين. بس انت لا شده وزعان. وبالتمارين بس لك حزام ما الظهر. حي الله للسليمانيه منورين. ماكو شيء اسمه احسن تمرين للبايسبس او للترايسبس. انت لازم تتنوع تمرينك بالشفت وبالدمبلاس وبالمشين بالاله وبالبكره. ولازم اكو عريض ووسط وضيق وتصاعدي وتنازلي واوزان ثقيله ولغايه الشد ولغايه الفشل العضلي. يلا تسوي ارباك العضله وتخدعها. حي الله الخفاجي. هي بس هاي القاعة درب بيها عيوني بالدورة. يعني بالزايد بالكورس شهر 40 يوم خما تبقى بيه سنة. غير المدرب يشوفك يغير لك الكورس. اتطورت، تراجعي، زاد وزنك، نزل وزنك. انت لك فترة تتمرن وتستخدم اغذية رياضية. من تريد اعداد قوي وتريد تنزل سباق لازم تدخل دورات هرمون او ضخامة فول وبعدين ضخامة عضلية وبعدين تنشف وتعضل اذا تريد تعز سباق. وما حد يجبرك على الهرمون. على راسي البصرة شرب بيكم عيوني. والنعم منكم كلكم معازيب. انت اذا صار عندك فتق يعني بعد ما تقوم لك قائمه يعني الا تسوي عمليه بس مو نهايه العالم لا تخاف. يعني انا سويت فتق بال 2010 ويخلوا لك شبكه وثلاث اشهر اربعه ما تتمرن وترجع للتمرين اعتيادي. هاي القاعه بالدور اسمها بروجم. حي الله جعفر ابن الحريه هاي 70 مره. وحي الله كابتن ايدن رشيد خورشي.
حي الله الخرشي. هو ذا بالعانة إذا بنص المعدة إذا جوا السرة بنفس السرة هو بعد صار فتق. أنت بعد الجلد العاجز بين المعدة والجلد الخارجي انفتح مصاري لك تطلع منه. يعني لازم تسوي عملية مال فتق. أنت بس كون تحقق نوم 8 ساعات حتى لا تشتغل بالنهار تشتغل بالليل. عيون المدرب مالك هو يكتب لك تاخذ هرمون ما تاخذ هرمون. يعني انا اقول لك خذ هرمون هيك بلا شوف غير شوف جسمك شوف مستواك مبتدئ بطل خذ هرمون ومتد. والله تمرين بالبيت ما يعني يسوي لك نتيجة مثل ما بالقاعة. القاعة بها أجهزة رشاقة بها شفت ودنبلاص بها بكرات بها أجهزة. عامل نفسي أمير عبد الدور يعني أنت بالقاعة وياه من تحت في الحيطان. انت تاخذ اوزان على قابليتك يعني انت ما تاخذ وزن ما تقدر زياده راح تصير عندك اصابه. لا المكملات الغذائيه ما تاثر على لاعب بناء سام او اي رياضه. البروتين الباور البي سي اي الجلوتامين الارجينين كرياتين ذن مكملات غذائيه. انت حتى لو عندك جدول غذائي انت اذا تشوف نفسك يعني ما جاي ينزل وزنك كل ما تقلل بالكارب انت تنشف ازيد. بيتنا بالزعفران يا عيوني. انت راح توصل مرحله وتوقف. يعني انت اذا تقول اني بدون مكملات غذائيه انت يعني راح توصل مثل مستواهم ينزلون سباق. انت انزل بطولة او شوف الفرق بين النازلين سباق او بين انت اللي تقول انا اريد انزل طبيعي. يعني لا باور ماخذ لا بروتين ماخذ لا بي سي اي لا دورة هرمون. ايش راح اشوف نفسك نملة يم النازلين سباق. حي الله المتابعين عيون رايد كورس عن القاعة بالدور بحي الشرطة. حسن قاسم عيوني من عمر 14 سنة تقدر تسجل بالجيم. ترى مرة جابوا الواحد يعني 5000 مرة وبعدين من يعيد التعليق شو اسوي؟ اكو ترى لقيت فقره هاي مال كتم الكتمه بعد ما تلقاها باللايف كله. حي الله على عيون الشرف بعباده والصرايفين وكل العشائر. على راس اهل العماره. حي الله الكابتن محمد عواد على راس عيوني. عيوني لازم يشوفك ماكو واحد نكتب له 4 انواع هرمون اكو نوعين اكو نوع واحد غير نشوف جسمه. يعني هيك بس تقول لي شاخذ هرمون واكتب له 5 انواع 6 شلون بالله متي؟
انت المدرب مو كتب لك كورس، هو يشوفك ويتحمل مسؤوليتك. اي عيوني من عمر 14 سنه تقدر تسجل بالجيم. نحن ما نعيد نفس الاسئله. اي جوائز يعطونا بالبطولات، شهاده وميداليه ونعلق بيهن. هاي جوائز، شوف جوائز جوائز فوق بنا. عندنا بعد بالبيت عندنا كرتونتين. بعد شو تريد يطلق؟ يعني شو تطلق؟ بيت، سيارة. أنت تتمرن شهر شهرين ثلاثة، وبعدين تستخدم أغذية رياضية. أما تدق لك في ست شهور، بعدين ورا سنة تقوم تاخذ هرمون، بعدين اشتري لك 10 أقلام جروث، وهم تدق تتمرن في 5 سنين 6، تنزل لك بطولة تطلع خامس سادس، بعدين هم تنزل بطولة تطلع ثالث رابع، بعدين ورا 5 سنين 6 تطلع اول، تبقى تستمر على ما تنزل بطولة عراق، بطولة اسيا، بطولة عالم. هم يطوق شهايد وميداليات. فلوس يعني بس بمستر اولمبيا، بس ياخذ بطولة اسيا يعطونا راتب من اللجنة الاولمبية 500,000، اللي ينزل بطولة عالم يعطونا 750 من وزارة الشباب والرياضة. الاشتراك بالقاعة 40,000. حي الله مصطفى المنصوري، حي الله اهل الحله وكابتن علي زرقاني يسلم عليا. وعليكم السلام. نصف النزول اذا دبني واذا هاكبك واذا دبني امامي عن نصف تقوم، اكو نصف الصعود واكو نصف النزول. هسه مثلا هذا الكيل، انت تريد تاخذ كيل، هذا كامل، هذا نصف الصعود لهنا، نصف الصعود، اكو نصف النزول لهنا. الهاك باك هم نفس الشيء، تنزل على النص، تقدر بالدبني تبين عندك، تخلي لك مصطبه من يلامس المقعد مالك صار على النص. لا مو كل القاعات نفس الشيء، اشتراك قاعات ببغداد 100 دولار واكو قاعه اشتراكها 400 دولار مال قرية دجلة. يعني سكور تجونك، حمايات، بيها مسبح، ياخذون منك 400 دولار. حماية يودونك، حماية يرجعونك. يعني أنت مأمن على حياتك. أكو بعد قاعة بالعرصات 100 دولار، وولف 100 دولار. بالمنصور أعتقد 60,000. إذا قاعة الضرغام، قاعة تيتانيوم، قاعة تشالنجر، بالكرادة هم اكو قاعات، مو ورا الإيجار مال القاعة، اكو قاعات المناطق الشعبية ب 25,000. حي الله الإنسان المحترم، حي الله، خوش اسم هذا، أنت إنسان محترم. اكو قاعة جاينتس اعتقد هم سواها، شاف 100,000 سواها 75 بالمول مال الحارثية. انت ترى هو القاعة مو مهم موقعها، المهم يعني قريبة عليك. يعني هسه احنا مثلا احنا قاعتنا بالكرخ ابو الرصافة، يخسر بنزين ويروح ويرجع يومية، ما معقولة. كل من يعني يتمرن يمه له الا رب القاعة يمه، مو زين يعني اجهزته تعبانة، صيني، عمل، أكيد بمنطقته يلقى قاعة أحلى.
اكو قريب على شغله. لا عيوني الحديد يعني لا يطول ولا يقصر. اشكرك عيوني علاوي. والله ندرب بالقاعة، انا عندنا شغل يعني ما متفرغ افتر يعني على المحافظات الا اذا عندنا فرع ما زيونا جروب نروح نفتحها، مثلا شركة باور هاوس عندها قاعة فتحوها انمر. لا لا موجود هسه، كان موجود كابتن علاء العراقي وان شاء الله راح يرجع للتمرين. يلا 16 16 ونص يلا بلغ المسلمين. السلام عليكم يا جماعة. عمري 52 سنة. اي صار تقريبا سنتين تارك. حي الله سعودي الوردة المغترب فيها النمسا سعيد الشعباوي. شو ماكو؟ وين كنت غاب سعيد؟ حي الله عماد العسكري. اكو ترى اقراهن، اكو اشوفهن، اكو ما اشوفهن، اكو ما لحق عليهن. ها كنت تتمرن سعيد الشعباوي. بالتوفيق ان شاء الله. حي الله سعد الخباجي. مو فرق يعني بعد لك 3 كيلوات يصير وزنك مثالي، هو اذا تاكل لك اكله قويه زيد 3 كيلوات. تحياتنا كلها للحلة عيوني. حيا الله متابعين. ان شاء الله الاغلب جاوبناهم، وانا اسف اذا واحد ما جاوبته. مع السلامة عيوني، وتصبحون على الف خير.